السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي تلاميذي الأعزاء، مرحبا بكم في درس جديد وهو تتمة لما رأيناه في الفيديو السابق. سنكمل أو سنتم شرح هذا الدرس وطريقة التعامل مع الوحدات والتحويل من وحدة إلى أخرى. إذن قبل أن أبدأ سأذكر بما رأيناه في الحصة السابقة، وخصوصا قلت ما يتعلق بحجم متوازي المستطيلات والذي تعرفنا عليه وكتبنا القاعدة. قلنا بأن الحجم يساوي الطول في العرض في الارتفاع بالنسبة لمتوازي المستطيلات. سأعيد كتابة هذه القاعدة. إذن حجم متوازي المستطيلات يساوي الطول في العرض في الارتفاع. ثم قمت بالتذكير لأنني أغفلت بالنسبة للحصة السابقة حجم المكعب والطريقة التي قمنا بحساب أو التي استعملناها لحساب حجم هذا المكعب. قلنا عدد المكعبات في السطر هو 10، يعني أن ضلع هذا المكعب أو حرف هذا المكعب هو 10، يعني ضربنا 10 في 10 للحصول على الطبقة الأولى، ثم في 10 للحصول على الحجم الكامل. 10 في 10 أعطتنا الطبقة، في 10 طبقات أعطتنا 10 في 10 في 10 تساوي 1000. إذن هذه العشرة سنتيمتر مكعب، هذه العشرة ماذا تمثل بالنسبة للمكعب؟ نعم، تمثل الحرف، وبالتالي فإن حجم المكعب هو الحرف في الحرف في الحرف. إذن حجم المكعب هو الحرف في الحرف في الحرف، 10 في 10 في 10. لاحظوا بالنسبة لمكعب طول حرف 1 سنتيمتر هو 1 سنتيمتر في 1 سنتيمتر في 1 سنتيمتر تساوي، انتبهوا جيدا، 1 في 1 1 في 1 1. وقلنا سنتيمتر في سنتيمتر هي سنتيمتر مربع، في سنتيمتر هي سنتيمتر مكعب، لأن سبق لي أن ذكرت بأن الوحدات أيضا تضرب في بعضها وتقسم على بعضها. إذن سنتيمتر في سنتيمتر يعطينا وحدة قياس المساحة سنتيمتر مربع، في سنتيمتر أخرى تعطينا وحدة قياس الحجم في سنتيمتر المكعب. وبالتالي سنكتب حجم المكعب يساوي الحرف في الحرف في الحرف، إذن الحرف في الحرف في الحرف. الآن سنتمم العمل الذي بدأناه. إذا قلنا سنعيد تحويل هذه الأعداد أو هذه القياسات هذه الحجوم من وحدة إلى وحدة باستعمال جدول التحويلات التالي. إذن يجب الانتباه جيدا، قلنا لطريقة استعمال الجدول، وذلك بكتابة الوحدات. قلنا دائما في الوحدة المطلوبة، الوحدات في الوحدة المطلوبة. إذن هنا لدينا، سأعيد بالنسبة لهذه العملية، كتبت العمليات هنا. إذن لدينا 965 ديسيمتر مربع تساوي كم من متر مكعب؟ تساوي كم من متر مكعب؟ تساوي كم من سنتيمتر مكعب؟
إذا هنا دائما قلنا نركز على رقم الوحدات، رقم الوحدات هو 5 يجب أن يكتب في الديسيمتر المكعب. إذا نأخذ جدول التحويلات ونكتب 5 في الديسيمتر المكعب، إذن يجب دائما التركيز على البدء بكتابة أرقام الوحدات في الوحدة المطلوبة، ثم من بعد ذلك نتمكن من كتابة الأرقام. قلنا التحويل يتم عبر مرحلتين، المرحلة الأولى هي كتابة الأعداد في الجدول، هو ما قمت به الآن، الآن كتبت الأعداد في الجدول، الآن سنقوم بعملية التحويل. التحويل إلى أي وحدة؟ أولا إلى المتر المكعب. التحويل إلى المتر المكعب يصبح المتر المكعب هو رقم الوحدات. هنا قلنا رقم الوحدات هو المتر المكعب، هنا لدينا صفر، إذا يصبح الصفر هو رقم الوحدات، وبالتالي سنقوم بعملية التحويل. رقم صفر هو رقم الوحدات، إذا 9 هو رقم الأعشار، إذا وجب هنا وضع فاصلة، إذا هي 0.965 ونكتب النتيجة 0.965 مترا مكعبا. ثم التحويل إلى السنتيمتر المكعب، يصبح السنتيمتر المكعب هو رقم الوحدات، يصبح السنتيمتر المكعب هو رقم الوحدات. إذا رقم الوحدات هنا لدينا فيه كم؟ صفر، نعم، إذا نضع صفر في الوحدات، صفر في العشرات، وصفر في المئات، تصبح 5 هي وحدات الآلاف، 6 هي عشرات الآلاف، و9 هي مئات الآلاف، إذن هي 965 ألفا، إذن نكتب النتيجة 965 ألف سنتيمتر مكعب. بنفس الطريقة بالنسبة ل 72 سنتيمتر مكعب، 72 سنتيمتر مكعب، نكتب العدد أولا في جدول، إذن هنا العملية الأولى. إذن قلنا رقم الوحدات هو 2، نكتب الوحدات في الوحدة المطلوبة، إذن 2 يجب أن تكتب. أنا أعلم تلاميذي أن يسطروا على رقم الوحدات لكي يعرفون هذا الرقم أين سيكتب، سيكتب في وحدات السنتيمتر المكعب، إذن 2 ستكتب هنا، وبالتالي فإن 7 ستكتب هنا. دائما الوحدات في الوحدة المطلوبة، الوحدات في الوحدة المطلوبة، وهكذا نتعامل مع جميع جداول التحويلات. أي جدول نكتب أولا الأعداد بكتابة الوحدات في الوحدة المطلوبة، ثم نقوم بالتحويل ليصبح الوحدة التي نريد التحويل لها هي رقم الوحدات. إذن دائما الوحدات في الوحدة المطلوبة، سواء كنا هنا مثلا رقم الوحدات 5 يجب أن يكون في الديسيمتر، هنا قالوا لنا المتر المكعب، متر مكعب أين هو رقم، إذا هو رقم الوحدات، إذا ما هو الرقم الذي فيه؟ فيه صفر، إذا صفر هو رقم الوحدات، وبالتالي نضع الفاصلة. هنا رقم الوحدات هو السنتيمتر المكعب، وبالتالي ما هو الرقم الذي يوجد في السنتيمتر المكعب؟ صفر، إذا هذا رقم الوحدات، إذا هذا العشرات، المئات، وحدات الآلاف، عشرة الآلاف، مئات الآلاف، وهكذا. إذا نفس الشيء هنا، نكتب الوحدات في الوحدة المطلوبة، 2 في السنتيمتر المكعب. ثم نقوم، إذا الآن المرحلة الأولى قمت بها هي كتابة العدد في الجدول، الآن سأقوم بعملية التحويل. تساوي كم من مليمتر مكعب؟ يصبح المليمتر مكعب هو رقم الوحدات، نأتي إلى رقم الوحدات المليمتر مكعب، هنا كم لدينا؟ لدينا صفر، إذا ها رقم الوحدات، هنا صفر العشرات، صفر المئات، إذا أصبحت 2 هي وحدات الآلاف، و7 هي عشرات الآلاف، إذن نكتب 72 ألفا، 72 ألفا. بالنسبة للمتر المكعب الآن، يصبح المتر المكعب هو رقم الوحدات، إن نذهب إلى المتر المكعب، هنا كم لدينا؟ إذن صفر، إذن صفر هنا هو رقم الوحدات، إذا على اليمين، إذن سنمر إلى الجزء العشري، وبالتالي يجب أن نضع الفاصلة، إذا هنا تضع الفاصلة، هنا لدينا صفر، 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 72، إذن التحويل هو هذا،
صفر فاصلة صفر 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 اثنان وسبعون نكتبها في النتيجة. إذا أربعة أصفار ثم اثنان وسبعون. الآن أحول إلى الديسيمتر المكعب، يصبح الديسيمتر المكعب هو رقم الوحدات. إذا هنا رقم وحدات الديسيمتر المكعب هو رقم الوحدات، إذا هنا سنضع الفاصلة، إذا هي صفر فاصلة صفر اثنان وسبعون، أو يمكن أن أعيد كتابتها من جديد. إذا دائما 72 الوحدات في الوحدة المطلوبة تساوي كم من ديسيمتر مكعب؟ إذا تساوي صفر فاصلة صفر اثنان وسبعون. دائما الوحدات يصبح الديسيمتر المكعب هو رقم الوحدات، إذا تساوي صفر فاصلة صفر اثنان وسبعون. أتمنى أن يكون الشرح واضحا. الآن نمر إلى ب. أكتب كل واحد من القياسات على الجدول وأتمم ما يلي. إذن أولا سنكتب الأعداد. بالنسبة للعدد الأول نكتبه في الجدول. كيف نكتبه في الجدول؟ قلنا دائما الوحدات في الوحدة المطلوبة، رقم الوحدات هنا هو 8، إذن 8 يجب أن تكتب في الملمتر المكعب. إذن أذهب إلى الملمتر المكعب وأكتب 8. إذن 3 ستكتب في عشرات الملمتر المكعب، 4 في مئات الملمتر المكعب، وأخيرا 6 ستكتب في وحدات السنتيمتر المكعب. الآن أقوم بعملية التحويل. أحول إلى ماذا؟ إذن أول مرحلة كتابة العدد، العدد كتبته في جدول. مرحلة الثانية أحول، يصبح السنتيمتر المكعب هو رقم الوحدات. إذن هنا أين هو السنتيمتر المكعب؟ ها هو، إذن هذا وحدات السنتيمتر المكعب، وبالتالي أصبح 6 هو رقم الوحدات، وبالتالي وجب وضع الفاصلة لكي يكون 4 هو رقم الأعشار، 3 أجزاء المئة، و8 في أجزاء الألف، إذن هي 6.438. 6.438. ثم نحول بعد ذلك إلى الديسيمتر المكعب. الديسيمتر المكعب يصبح الديسيمتر المكعب هو رقم الوحدات. إذا هنا نلاحظ في الجدول الديسيمتر المكعب، هذا الخط أو هذا العمود هو الذي يفصل ما بين الوحدات، إذا يصبح هنا هو رقم الوحدات، هذه الخانة هي رقم الوحدات، إذا نكتب فيها لدينا صفر. بحكم أن هذا الصفر أصبح هو رقم الوحدات، إذا هنا ستكون منزلة الأعشار، وبالتالي وجب وضع الفاصلة. إذا ثم نملأ هذه الخانات بالأصفار فتصبح 0.006438. نكتب النتيجة 0.006438. الآن نمر إلى العدد الثاني، 95 ديسيمتر مكعب. 95 ديسيمتر مكعب، نكتب الوحدات في الوحدة المطلوبة. إذن 5 ستكون في الديسيمتر المكعب، إذن 9 ستكون في عشرات الديسيمتر المكعب. نحول إلى ماذا؟ نحول إلى المتر المكعب، يصبح المتر المكعب هو رقم الوحدات. هنا لدينا 0، إذا هنا رقم الوحدات، إذن وجب وضع الفاصلة لكي تفصل بين جزء صحيح، إذن بحكم أن هذا رقم الوحدات، إذا هذا رقم الأعشار، وبالتالي وجب وضع الفاصلة بينهما، تعطينا 0.095، ونكتب النتيجة. ثم نحول إلى السنتيمتر المكعب، يصبح السنتيمتر المكعب هو رقم الوحدات. إذا هنا أصبح هذا الصفر هو رقم الوحدات، إذا هذا العشرات، المئات، وحدات الآلاف، عشرة الآلاف، إذا أصبح لدينا العدد هو 95000. نكتب النتيجة 95000. الآن 172 سنتيمتر مكعب، كم فيها من ملمتر مكعب؟ إذا نكتب العدد في الجدول،
قلنا الوحدات في الوحدة المطلوبة، يعني 2 يجب أن تكتب في سنتيمتر المكعب، إذن أكتب 2 في سنتيمتر المكعب، إذن 7 في عشرات السنتيمتر المكعب، وواحد في مئات السنتيمتر المكعب. ثم نحول إلى المليمتر المكعب، يصبح المليمتر المكعب هو رقم الوحدات، يصبح المليمتر المكعب هو رقم الوحدات. إذن المليمتر المكعب هنا رقم الوحدات، إذن أضعه في صفر، إذن صفر هنا هو رقم العشرات، المئات، وحدات الآلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف، إذن هي 172,000. نلاحظ جيدا أن انتقال من وحدة إلى أخرى نضرب في ألف، ضربنا 172 في ألف أعطتنا 172,000. العكس، الانتقال من الملمتر المكعب إلى السنتيمتر المكعب نقسم على ألف، وبالتالي نزيل الثلاث أصفار فتعطينا 172. الآن سنمر إلى الديسيمتر المكعب، لاحظوا هنا سوف نقسم على ألف، وبالتالي سنزيح الفاصلة بثلاث رتب نحو اليسار، 1 2 3، فستصبح الفاصلة هنا، لكن نحن سنقوم بالعمل على الجدول دائما. إذا قلنا يصبح الديسيمتر المكعب هو رقم الوحدات، إذا نذهب إلى الديسيمتر المكعب، خانة الوحدات نكتب فيها صفر، إذا هذا الصفر هو رقم الوحدات، إذا وجب وضع الفاصلة لكي نزيل الجزء الصحيح عن الجزء العشري، إذا تعطينا 0.172 ونكتب النتيجة. إذا هذا فيما يخص التمرير رقم 4. هذه هي نتيجة التمرير رقم 4. الآن فيما يخص التمرين رقم 5، أتمم ما يلي: 1 متر مكعب تساوي كم من ديسيمتر مكعب، 1 ديسيمتر مكعب تساوي كم من سنتيمتر مكعب، إلى آخره. هنا يمكننا أن نستعمل جدول التحويلات، ويمكننا فقط أن نضرب في ألف أو نقسم على ألف، إذا كان حسب صعوبة السؤال. مثلا من انتقال 1 متر مكعب إلى الديسيمتر مكعب، نحن نعرف في الجدول بأن المتر مكعب يليه الديسيمتر مكعب، وبالتالي قلنا للانتقال من وحدة إلى الوحدة التي تليها نضرب في ألف، وإذا كان العكس من الوحدة الأصغر إلى الوحدة الأكبر نقسم على ألف. إذا هنا فقط 1 متر مكعب تساوي كم من ديسيمتر مكعب، سنضرب في ألف تعطينا ألف. تساوي كم من سنتيمتر مكعب، إذا هنا 1 متر مكعب يساوي 1000 ديسيمتر مكعب، إذا 1000 ديسيمتر مكعب سنضربها في ألف. هنا لدينا 1 ديسيمتر مكعب، أيضا سننتقل إلى الوحدة التي تليها، إذا ستعطينا أيضا 1000 سنتيمتر مكعب، 1 سنتيمتر مكعب تساوي أيضا 1000 مليمتر مكعب. الآن لدينا 1 متر مكعب تساوي 1000 ديسيمتر مكعب، وواحد ديسيمتر مكعب تساوي 1000 سنتيمتر مكعب، إذا انتقل من المتر إلى السنتيمتر مكعب سنضيف 3 أصفار أخرى للديسيمتر مكعب، يعني نضرب في 1000 ثم نضرب في 1000، يعني نضرب في مليون، إذا تعطينا مليون. نلاحظ هنا 3 أصفار أضفناها لخانة، لاحظوا هنا 1 متر مكعب، سنضيف 3 أصفار لوحدة الديسيمتر مكعب، ثم 3 أصفار أخرى للسنتيمتر مكعب، يعني انتقل من هذه الوحدة إلى هنا ضربنا في 1000، للانتقال من المتر مكعب إلى السنتيمتر مكعب نضرب في مليون، وللانتقال من المتر مكعب إلى المليمتر مكعب سنضرب في مليار، إذا أضفت صفر هنا. إذن لاحظوا جيدا، 1 متر مكعب انتقل إلى الديسيمتر مكعب نضيف 3 أصفار، ثم للانتقال إلى السنتيمتر مكعب نضيف 3 أصفار أخرى، ثم انتقل إلى المليمتر مكعب نضيف أيضا 3 أصفار، وبالتالي انتقل من وحدة إلى الوحدة التي تليها نضرب في 1000، إلى الوحدة التي تليها نضرب في مليون، ثم إلى الوحدة الثالثة نضرب في مليار، أو العكس،
إذا كان ننتقل من الوحدة الصغيرة إلى الوحدة التي أكبر، نضرب نقسم على ألف أو نقسم على مليون أو نقسم على مليار. إذا في هذه الحالة من الديسيمتر مكعب إلى المليمتر مكعب، إذا هنا لدينا بينهما وحدة السنتيمتر مكعب، إذا تساوي أيضا مليون. ومن المليمتر مكعب إلى السنتيمتر مكعب، إذا هاتان وحدتان متجاورتان، إذا هنا ننتقل من الوحدة الصغيرة إلى الوحدة الكبيرة، إذا يجب أن نقسم. نقسم على ماذا؟ نقسم على ألف، لأنهما وحدتان متتاليتان، إذا نقسم على ألف. إذا واحد مليمتر مكعب هو جزء الألف للسنتيمتر مكعب. إذا استعملنا الجدول نلاحظ، نكتب الوحدات في الوحدة المطلوبة، واحد مليمتر مكعب يساوي كم من سنتيمتر مكعب؟ نذهب إلى وحدات السنتيمتر المكعب ونكتب صفر، إذا فاصلة صفر صفر. إذا المليمتر المكعب هو جزء الألف السنتيمتر المكعب، إذا تساوي صفر فاصلة صفر صفر واحد. هنا من المليمتر المكعب إلى الديسيمتر المكعب، واحد مليمتر مكعب تساوي كم من ديسيمتر مكعب؟ نكتب الوحدات في الوحدة المطلوبة، إذا فاصلة صفر 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 واحد، إذا هو جزء المليون للديسيمتر المكعب. إذا هنا صفر فاصلة صفر 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 واحد. الآن من السنتيمتر المكعب إلى الديسيمتر المكعب، نفس الشيء بالنسبة للمليمتر المكعب والسنتيمتر، هذان وحدتان متتاليتان، هنا وحدتان متتاليتان، إذا سنقسم على ألف، إذا يساوي جزء الألف. إذا باستعمال جدول، واحد سنتيمتر مكعب تساوي كم من ديسيمتر مكعب؟ تساوي صفر فاصلة صفر صفر واحد. إذا سنكتب صفر فاصلة صفر صفر واحد يعني جزء الألف. هنا واحد سنتيمتر مكعب تساوي كم من مليمتر مكعب؟ إذا بينهما توجد الديسيمتر المكعب، يعني لن ننتقل من وحدة إلى وحدة لا يتاليها، بل سنلتقل بوحدتان، إذا سنقسم على مليون، وبالتالي فإن السنتيمتر المكعب هو جزء المليون للمتر المكعب. باستعمال الجدول، واحد سنتيمتر مكعب يساوي كم من متر مكعب؟ يساوي صفر فاصلة صفر 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 واحد. إذن هي صفر فاصلة صفر 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 واحد، يعني جزء المليون للمتر المكعب. أظن أن الشرح واضح. بالنسبة للتمرين ستة، تمرين ستة، اختار من بين الوحدات الحجم المتر المكعب، الديسيمتر المكعب، السنتيمتر المكعب، المليمتر المكعب، التي تناسب قياس حجم كل واحدة من هذه الأشياء. لحل هذا التمرين يجب أن نضع تصورا إلى حجم هذه المكعبات. حينما نقول واحد متر مكعب يجب أن يكون لديك تصور أنت كتلميذ، ما هو حجم هذا، يعني ما هو حجم هذا المتر المكعب، هذا المكعب ما هو الحيز الذي يشغله في الفضاء. قلنا مثلا في القسم توجد تربيعات في الأرض، هذه التربيعات رأيناها في المساحة، نحن نستغل جميع الأشياء التي تكون ملموسة بالنسبة للتلميذ. هناك تربيعات في القسم، هذه التربيعات لاحظنا بأنها طول ضلعها واحد متر، إذن مساحتها واحد متر مربع. قلنا في الارتفاع، نقوم بالارتفاع بمتر فتعطينا مكعب، هذا المكعب طول حرفه واحد المتر. أيضا يمكنكم مثلا ملاحظة أن هناك مثلا بعض الخزانات، خزانات الماء أو خزانات بعض المواد الكيماوية تكون مكعبة الشكل بيضاء، هذه الخزانات تكون على شكل مكعبات حرفها واحد متر. إذن هذا هو الواحد متر مكعب. إذن الواحد متر مكعب هو مكعب طول حرفه، إذن تخيل مكعب طول حرفه واحد متر، إذن هذا هو حجم هذا المكعب. فيما يخص واحد
ديسيمتر مكعب هو مكعب مكعب، حينما نقيس أحد أحرفه فإننا نجد 1 ديسيمتر يعني 10 سنتيمتر. أما المكعب السنتيمتر مكعب هو أيضا مكعب صغير، قياس حرفه 1 سنتيمتر. أما المليمتر المكعب فهو مكعب صغير جدا، مكعب صغير جدا، قياس ضلعه 1 مليمتر. إذن حينما نقول علبة حذاء، علبة حذاء، هل سنستعمل المتر المكعب، الديسيمتر المكعب، أم السنتيمتر المكعب، أم المليمتر المكعب؟ طبيعة الحال علبة الحذاء حجمها متوسط، حجمها متوسط، إذن سوف نقول حجم علبة الحذاء هو، أو الوحدة التي سنستعملها هي الديسي متر المكعب، بحكم أن يمكن أن يكون قياس أحد أحرف أو ارتفاع هذه العلبة ممكن أن يكون أكثر من أو يساوي 1 ديسيمتر. إذن حجم علبة الحذاء يمكن أن نقيسها، أن نقيسها بالديسيمتر المكعب. حبة دواء، حبة دواء، لاحظوا حبة دواء صغيرة جدا، صغيرة، إذن لا يمكن، هي أصغر من حتى 1 سنتيمتر مكعب، قلنا حبة دواء، وبالتالي سنقيسها. إذن حبة دواء أو حجم، حجم حبة دواء، أنا قلت تصوروا السنتيمتر مكعب، هو مكعب طول حرفه 1 سنتيمتر. إذا بالنسبة لحبة الدواء ستكون أصغر من هذا الحجم، وبالتالي لن نقيسها بالسنتيمتر المكعب، إذا سنقيسها بالمليمتر المكعب. الآن غرفة منزل، ها إذا قلنا غرفة منزل سنقيسها بماذا؟ بالمتر المكعب، لأنها كبيرة. إذن حجم غرفة منزل تقاس بالمتر المكعب، المتر المكعب بكل بساطة لأنها كبيرة بالنسبة للحيز الذي تشغله في الفضاء. إذا سنضع مثلا مجموعة من المكعبات طول حرفها 1 متر، يعني مكعبات من حجم 1 متر مكعب، سوف نضع هذه المكعبات على الأرض، هي ستشكل لنا الطبقة الأولى. إذا كان ارتفاع مثلا البيت هو 3 أمتار، إذا ستكون لدينا 3 طبقات، وبالتالي فإن حجم هذا البيت مثلا وهذه الغرفة أو قسم مثلا هو تلك الطبقة 3 مرات، وبالتالي فإن كما سبق لأن قلت حجم متوازي المستطيلات هو الطول في العرض الذي سيعطينا المساحة، هو عدد المكعبات الذي سيكون في الطبقة الأولى. في الارتفاع لدينا مثلا 3 أمتار، إذن 3 طبقات، إذن الطول في العرض في الارتفاع. إذن حجم غرفة منزل سنقيسه بالمتر المكعب. أما حجم صندوق عود الثقاب فسيقاس طبيعة الحال عود ثقاب صغير، ولكنه أكبر من حبة الدواء، حجمه أكبر من حجم حبة الدواء، إذن سيقاس بالسنتيمتر المكعب. وهذا التمرين سيعطينا تصور عن هذه الوحدات. إذن حبة الدواء صغيرة نقيسها بمكعبات صغيرة، هذه المكعبات هي المليمتر المكعب. حجم صندوق عود الثقاب حجمه صغير، هو علبة صغيرة، إذا نقيسه بمكعبات صغيرة، هي أكبر من المليمتر مربع مكعب، إذا نقيسها بالسنتيمتر مكعب. حجم قلنا علبة حذاء لديها حجم متوسط، إذا هنا تقاس بالديسيمتر المكعب. أما غرفة فستقاس بالمتر المكعب.
إذن هذا فيما يخص الصفحة 114، وسأحاول أن أحل